اهلا بيكم في اولى حلقات برنامج اون تراك. اون تراك برنامج بيتكلم على كل ما يخص السيارات وعالم المحركات في مصر والشرق الاوسط وعالميا. ده الموسم الثاني لاون تراك، هنحاول نجيب لكم كل ما هو جديد، كل القضايا الخاصه بمجال السيارات وبمجال المحركات، وده طبعا هيكون من خلال فقراتنا زي توب نيوز، موتور سبورت، هاند بريك، فيس تو فيس، محتار ليه، وفكره جديده، وتاريخ على الطريق. يلا نبتدي اول حلقات اون تراك الموسم الجديد. يلا نشوف اول حاجه معانا ايه في اون تراك النهارده. اول فقره معانا النهارده هي فقره التوب نيوز. يلا نشوف توب نيوز فيها ايه النهارده. من اخبارنا العالميه، اول خبر معانا النهارده فيراري تطلق لوسو جي تي سي 4 2016 الجديده. في حفل عالمي عملته شركه فيراري الايطاليه في ايطاليا في حضور كل متسابقي فيراري للفورمولا، طلعت لنا العربيه اللوسو جي تي سي 4 الجديده. العربيه شكلها متاخد من فيراري اف اف، لكن الشكل مختلف، معموله بشكل جذاب جدا، وطبعا العربيه طالعه بموتور مختلف تماما. العربيه نازله بموتور 6300 سي سي 12 سلندر وبقوه 680 حصان. بوجاتي تطرح للسوق تشيرون جراند 2016 الجديده بدون سقف. سبق وقد طرحت بوجاتي تشيرون جراند 2016 عربيه كانت كوبيه رياضيه، كانت تكلفتها حوالي 2.5 مليون دولار. العربية دي انتشرت في الفترة اللي فاتت لكن لسه ما حققتش مبيعات قوية. ركزت شركة بوجاتي على ان هي تطرح لنا نفس العربية لكن كابورلي، ودي هتكون اول عربية كابورلي بالقوة دي وبالسرعة دي في العالم، وبمحرك 8000 سي سي وبقوة 1500 حصان. العربية هتعدي من 0% في 2.2 ثانية وعداد 470 كيلومتر في الساعة. فورد تطلق سياراتها اكسبلورر 2016 الجديدة الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة. في ظل اهتمام معظم شركات السيارات في العالم ان هي تنزل عربيات مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، نزلت لنا شركة فورد عربية اكسبلورر 2016. العربية دي مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة. العربية مؤهلة بشكل او باخر، فيها كذا اوبشن علشان تهتم بالمنطقة دي، يعني الابواب نفسها بتاعت العربية هتلاقيها بتتفتح بشكل عكسي وبينزل منها جرار او مدرج ياخد العربية الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة تدخلهم جوه العربية. العربية هتكون نازلة بموتور 6 سلندر وبقوة 3500 سي سي. توقف بيع بعض انواع السيارات في مصر لاجل غير مسمى. بعض شركات السيارات وقفت البيع تماما لاجل غير مسمى في مصر، وده طبعا راجع للضغط الشديد على العربيات الجديدة دلوقتي في الفترة الحالية، وطبعا التزام الشركات دي قدام العملاء بتاعتها كان لازم يخليهم يوقفوا البيع شوية، وده ناتج لاسباب كتير. اولها ان الشركات دي دلوقتي ما بقاش عندها الكميه الكافيه اللي هي تغطي مبيعات اللي كانت المفروض تعملها في مصر، ده اللي خلاها توقف البيع لاجل غير مسمى علشان بس تكتفي بان هي تشوف الناس اللي حجزت عندها عربيات تلتزم معاهم بالالتزامات بتاعتها، وده على فكره واصل لمده سنه، يعني في ناس حجز عربيات دلوقتي كامل. ده خبر كان مهم جدا كان لازم نتكلم عنه. هيئة الجمارك المصرية ترفع التعريفة الجمركية لتصل ل 40% وتشمل 500 صنف. أعلنت هيئة الجمارك المصرية عن رفع قيمة التعريفة الجمركية لتصل ل 40% وتشمل 500 صنف، لكن ال 500 صنف دول مفهومش أي حاجة تخص السيارات ومستلزماتها. يعني التعريفة الجمركية في الفترة اللي جاية هتزيد بنسب مختلفة، هتبتدي من 20% وحتى 40%، تشمل 500 صنف. من ضمن ال 500 صنف دول كل الأدوات الترفيهية والزراعية والغذائية والتكنولوجية. هم دول معظم الأصناف المهمة اللي هيكون عليهم تعريفة جمركية زيادة في الفترة اللي جاية، لكن الحمد لله التعريفة الجمركية دي ما بتشملش كل أنواع السيارات ومستلزماتها. بكده تكون فقرة توب نيوز خلصت، لكن لسه فقرات اون تراك ما خلصتش. دلوقتي وفقرة فيس تو فيس، معانا عربيتين جامدين جدا، تعالوا نشوف العربيتين اللي معانا في فيس تو فيس النهارده. العربية دي نيسان 370 زد، العربية دي عربية رياضية، فيها موتور 6 سلندر 3700 سي سي وبيطلع 332 حصان. عربية محترمة جدا. طيب العربية دي عربية مرسيدس
اس ال اي ام جي. العربيه دي فيها موتور 8 سلندر، الموتور ده 5000 سي سي وبيطلع 302 حصان. العربيتين موجودين معانا، تعالوا نشوف بقى العربيتين دول على الطريق بيعملوا ايه. احنا دلوقتي ركبنا النيسان ال 370 زد. محمد متسابق من المتسابقين بتوع رياضه السيارات، وطبعا راكب عربيه رياضيه زي ما احنا شايفين. ايه العربيه دي فيها ايه؟ بص، نيسان 370 زد زي ما انت قلت قبل كده في بدايه البرنامج، هي 3700 سي سي في 6. العربيه بتطلع 332 حصان، التورك بتاعها 276. العربيه اللي عربيات الياباني طبعا معروفه ان هي معظمها بيبقى دفع امامي، العربيه دي نازله دفع خلفي، نازله كورونا لوك عشان اعمى جدا على الطريق. التيس بتاع العربيه نازل 7 نقلات، وحاطط لك هنا بادل شيفت بحيث ان انت تقدر تعمل كنترول على الفتيس وانت بتجري على سرعات عاليه، بحيث ان انت لو انت فاتح مانوال والسبورت بتاع العربيه ما تفضلش تسيب ايدك وتنقل من الفتيس، هو عامل لك هنا البادل شيفت بحيث ان انت تقدر تكنترول الفتيس بتاعها. طب وريني كده العربيه ممكن تعمل ايه؟ يعني لو استخدمنا الشفتات. ما شاء الله. لا والتايمنج في الوقوف برضو حلو. التايمنج يعني بتاعها في الوقوف كويس. بصراحة نفس الوقت الاكسليريشن بتاعها كويس قوي في الحتت الصغيره. يعني شارع صغير زي ده احنا. ما ده راجع على التورك. راجع على التورك بتاع العربيه وراجع على الفتيس كمان اكتر من الموتور. الفتيس هو اللي مدي الريشيو بتاعه، وهي العربيه نازله الفتيس بتاعها شورت جير شيفت. فالشورت جير شيفت بيدي سبيد اعلى، بيدي طلعات اقوى للعربيه نفسها. انت شايف العربيه دي اقوى من المرسيدس اس ال؟ بالنسبه ان الاس ال عربيه في 8 فاكيد طبعا. يعني انت بتتكلم في عربيه في 6 بتطلع هورس باور اعلى بكتير قوي. فرق 30 هورس باور بلس ان البادي بتاع العربيه اخف بتاع النيسان، فانا شايف ان النيسان عملت العربيه صح قوي. كده نكون خلصنا الفقره بتاعتنا في نيسان. لسه معانا الاس ال المرسيدس. خلونا نقفل مع نيسان ال 370 زد. نشكرك يا محمد على الفقره الجامده دي وعلى المعلومات القويه في العربيه بتاعتنا. يلا نروح بسرعه نشوف مرسيدس اس ال اي ام جي. احنا دلوقتي ركبنا المرسيدس الاس ال الاي ام جي. قول لي بقى انس كده، يعني العربيه دي اخبارها ايه؟ يعني خلي بالك انا لسه نازل دلوقتي من النيسان. عرفت حاجه عرفت. يعني عرفت. لا يا في 8 في 8. بص، هو ما في ال في 8 ليها متعه ثانيه تمام. يعني يمكن مثلا الهورس باور ممكن يطلع اقل، بس انت بتتكلم في تورك عالي جدا تمام. طب نتحرك كده ونشوف. تعال نجرب، تعال نجرب مع بعض كده واحنا ماشيين العربيه. اخبار الدنيا ايه؟ بص، مبدئيا الصوت طبعا صوت الموتور 8 سلندر حاجه ثانيه. وبرده مش هننكر ان نقول دي الماني والثانيه كانت ياباني. بس يعني قول لي كده اخبار السيفتي ايه؟ يعني اتكلمنا عن السيفتي في مرسيدس طول عمرها حلوه جدا. يعني الماني احنا مثلا راكبين العربيه دي فيها 6 اير باج تمام. انت عندك السيفتي من فوق، غير ان الكابورليه بتاعها هارد توب تمام. مش سوفت توب، ده احسن جدا في السيفتي. حلو قوي طبعا تمام. العربيه يعني زي ما انت شايف كده تحس ان الكرسي حضنك فاهم. يعني الموضوع ايه، ستيبل شويه عن العربيات. احنا بنتكلم في 5000 سي سي، 302 صح، 302 هورس باور، التورك 332. برضو اديني كده فكره عن الات الجر. يعني احنا الفتيس كام سرعه؟ الفتيس بتاعها 6 سرعات تمام. على حسب انت بتقدر تتحكم فيه، لونج شيفت او شورت شيفت. لونج شيفت دي لو احنا مثلا عايزين ندخل نخلي النقله بتاعت الفتيس عاليه تمام. شورت شيفت لو عايزين الفتيس ينقل بسرعه تمام، عن طريق فاهم الزرار بتاعنا هنا تحوله لسبورت
كل حاجه. يعني انت بتتكلم في عربيه ممكن تحولها عربيه ديلي يوز عادي جدا تمام، وممكن تتكلم في عربيه ممكن تحولها عربيه ايه سباق بكل بساطه، غير النيسان. النيسان زي عربيه سباق بس صدقني دي احسن. انا مش هضحك عليك، انا برضو مستغرب ازاي عربيه تكون نازله بموتور في 8 وبتطلع يعني الهورس باور اقل من الست سلندر. يعني ممكن التورك بتاعها اعلى بكتير من النيسان، هو ده اللي بيعوض شويه، بيعوض جدا بيعوض جدا، بيفرق معاك جدا التورك بتاعها. وتعالى نجرب فده تختلف عن النيسان. حاول اصبر، انا عايز نجري وبعدين اهو نشوف هتقف ازاي. لا ما تقلقش هي هتقف، السيفتي بتاعها حلو جدا. انت خدت بالك من التسارع بتاع العربيه ولا لا؟ طبعا خدت بالي. الصيانات اخبارها ايه بقى؟ الصيانات يعني تتكلم في توكيل مرسيدس موفر كل حاجه، اغلب قطع المرسيدس كلها متشابهه تقريبا في الاسعار، لا بتفرق كتير ولا بتقل كتير. بس العربيات النادره زي الاس ال مثلا هم عشان بيعملوا لك اوردر من بره تمام، فالعربيه بتبقى ايه اغلى سنه. والله في المجمل في الاخر احنا بنعرض للناس العربيتين تمام، دي فيها ايه ودي فيها ايه، دي بتتكلم عن ايه ودي بتتكلم عن ايه تمام. بس انا كنت حابب اجيب عربيتين، واحده ياباني وواحده الماني، الاثنين جر خلفي تمام، الاثنين سبورت، عربيتين سبورت تمام. وانت متسابق ومحمد متسابق، ما جبتش حد غريب، وانتوا الاثنين في تيم واحد تمام. في النهايه المشاهد هو اللي هيقدر يحكم انهي عربيه. صدقني هيحبوا الالماني اكتر. والله دي بتاعته بقى، بعد المشاهد بتاعته. جمهور الالماني اكبر بكتير. بكده نكون شفنا العربيه الاس ال الاي ام جي المرسيدس. كده انتوا شفتوا العربيتين، وانتوا اللي بايديكم تحكموا انهي عربيه احسن من الثانيه. خلصت فقره فيس تو فيس، يا رب يكون العربيتين اللي معانا عجبوكم. خلي بالكم كل حلقه معانا في اون تراك فيها فيس تو فيس بعربيتين جامدين جدا. يلا نشوف باقي فقرات اون تراك النهارده. جه معانا دلوقتي وفقره هاند بريك. احنا في فقره هاند بريك هنشد الهاند على كل الاخطاء وكل المشاكل الخاصه بمجال السيارات. تعالوا نشوف احنا هنشد الهاند النهارده على ايه. هنشد الهاند بريك النهارده على شركات صناعه السيارات في مصر. الموضوع ده خطير جدا وفي مشاكل كتيره جدا. اسعار العربيات غليت، عربيات كتير بقت الناس بتحجز ولغايه دلوقتي ما استلمتش، ناس كتير بتروح علشان تحجز عربيات اصلا ما فيش حجز. كل دي مشاكل كتيره جدا في المجال ولازم نتكلم عنها. لكن اهم الاسباب اللي احنا حاولنا بعد ما دورنا كتير في القصه دي عرفناها، في شركات كتير قوي بدل ما بقت بتصنع او بتجمع العربيات هنا في مصر بقت بتستورد العربيات. ومن ضمن الشركات دي اللي قفلت التصنيع تماما شركه مرسيدس السنه اللي فاتت، قفلت التصنيع تماما في مصر واعتمدت اعتماد كلي وجزئي على اتفاقيه الجاد، على ان في 2019 اتفاقيه الجاد دي هتسمح لاستيراد السيارات ب 0% جمارك. المشاكل كتير وناس كتير قوي بتتكلم في القصه دي، اللي يقول لك نموذج 4 هو السبب، واللي يقول لك لا ده القيمه الاسترشاديه هي السبب، واللي يقول لا ده الدولار هو السبب. لكن مش هي دي المشاكل الرئيسيه، لازم نبقى عارفين كويس قوي ان مش هو ده لب الموضوع. المشكله كبيره جدا لكن حلولها سهله جدا. ممكن يكون كل اللي احنا اتكلمنا فيه فعلا مشاكل حقيقيه وموجوده، لكن في حلول تانية خالص. احنا عندنا دلوقتي اول حل ان احنا نصنع او ان احنا نعمل منطقه حره للتصنيع. يعني مثلا ميناء الجديد اللي اتعملت في السويس، لو احنا قدرنا نستخدم المكان ده وان احنا نعمل دلوقتي هناك مصانع لتصنيع السيارات وتصنيع مستلزماتها، ده هيفرق كتير جدا. يعني احنا لو قدرنا نطلع من 80 ل 100 الف عربيه من كل مصنع، ان احنا هنعمل في الاماكن دي مصانع تصنع العربيات، ده حل كبير جدا هيخلينا ولا نعتمد على دولار ولا نعتمد على استيراد ولا نعتمد على ان جمارك رفعت او نزلت. مش دي القضيه خالص. انا ممكن لو استخدمت القصه دي كويس وصنعت كويس وجمعت كويس، صدقوني مش هيبقى عندي مشاكل. النقطه الثانيه الادوات بقى المغذيه ليها. يعني لو انا النهارده فرامل، تيل، طنابير، مساعدين، عفشه، ادوات تبريد، كل دي ادوات مغذيه ممكن تنفع صناعه السيارات. لو انا في نفس المنطقه الحره اللي انا اشتغلت فيها ان انا صنعت او عملت مصانع في المنطقه دي علشان تصنع لي عربيات، استخدمت مصانع تانية ان انا اعمل من المصانع دي ادوات تغذيه للعربيات، في الحاله دي يبقى انا خلاص معايا التصنيع ومعايا الادوات التغذيه بتاعته، هستورد ايه؟
هدور بقى ليه على نموذج 4، ولا هدور ليه على قيمة استرشادية، ولا هدور ليه على الدولار غلي أو الدولار نقص؟ صدقوني الموضوع سهل جدا، يعني لو احنا اهتمينا كويس قوي بالنقطتين دول وفكرنا ان احنا ازاي نصنع هنا في مصر، وعادي جدا هناخد التوكيلات وهنمضي مع الناس بره، وكل شركة او كل مصنع هيشتغل يشتغل بنفس الكفاءة بتاعت المصانع دي بره، هنشتغل وهنسلم في مصر الناس في مواعيدها، وكمان هيبقى عندنا امكانية ان احنا نصدر كمان بره. يا ريت تخلي بالكم من المواضيع دي، الموضوع ده مهم جدا. ممكن ما نكونش خلصناه النهارده في الفقره بتاعتنا، لكن احنا في اون تراك مش هنسيب الموضوع ده لغايه ما نقضي عليه تماما، وهنفضل ورا القصه دي ان شاء الله حتى لو رحنا لاعلى المستويات، ان احنا نوصل في الاخر لحل بيحل مشكله السيارات في مصر. ركزوا كويس يا جماعه، في دول زينا كتير اشتغلت في القصه دي، واهمها المغرب والجزائر، واشتغلت في اللي احنا بنقول عليه ده. بكده تكون هاند بريك خلصت، لسه اون تراك ما خلصتش. جه معانا دلوقتي في فقره الموتور سبورت. في فقره الموتور سبورت احنا هنجيب لكم كل ما يخص رياضه السيارات ورياضه المحركات في مصر والشرق الاوسط وعالميا. يلا نشوف الموتور سبورت فيها ايه معانا النهارده. احنا النهارده موجودين في بطوله اس تي تي تايم تريل. البطوله دي النهارده مخصصه لسباقات السرعه مش للدريفت. يعني ايه؟ كل متسابق هينزل للسباق النهارده بعربيته هيعمل التراك اللي هيحقق اقل تايم، هو ده اللي هيكسب السباق. لازم تحقق اقل تايم ويكون بدون اخطاء. تعالوا نشوف اس تي تي تايم تريل النهارده. جوال تليفون الاستاذ سامي من مأمور الاسم
العميد هشام ان السباق مش هيقع. وفاجأ ان القصة مبعوثة من شخص اسمه ضاحي وباعت بالضبط ان هو على ان هو الدكتور ضاحي من احد اعضاء مجلس ادارة الاتحاد المصري. وطبعا ده في تزوير كامل. ضاحي دوت عبارة عن شخص موجود ساعي موجود جوه الاتحاد ملوش دعوة بالاتحاد. بعد كده افاجئ ان الجوابات اللي طالعه مش منضيه من الدكتور احمد حبيب وبيطالبوا وقت السباق نهائي. واخدوا الجواب بتاع الامانه العامه بتاع رايت وقال لك هو ده اللي هيطبق على السباق اللي موجود يوم الجمعه. فكان الحلقه احنا اتكلمنا مع الاداره مع مأمور القسم الراجل تفضل مشكوره ان هو قال انا هحرك السباق وتحركه اشتغلوا زي ما انتوا عاوزين بس ما يبقاش فيه تجمهر ما يبقاش فيه تجمع ما يبقاش فيه اي حاجه تعمل لنا مشكله. انا حبيت اوضح الامور قلنا ان احنا نعدي اليوم باي شكل او اخر والحمد لله عدى. اظن انكم انبسطتوا حاجه شكلها حلو حاجه محترمه. احنا رحنا قسم العبور وبدانا نعمل محضر زي لضاحي ده انتحر بشخصيه غير شخصيه تماما وعملنا المحضر وخدنا الرقم بتاع المحضر. دي النقطة رقم واحد. وان شاء الله رقم اثنين ان احنا من يوم الحد هنبدأ نتحرك للوزير والمستشارين بتوعه الاستاذ اشرف صبحي. ولازم كنتوا لازم تعرفوا الموضوع ده بالظبط عشان انتوا المعنيين في الموضوع ده. خلصت الجولة الاولى من اس تي تايم تريل 2016. تعالوا نشوف مين اللي طلع على البوديوم النهاردة. في المركز الثالث احمد التبعي، في المركز الثاني ياسر الجوهري، في المركز الاول كابتن مدحت رمضان. مبروك. جروب بي 1600 فرونت ويل في المركز الثالث بسام، في الثاني وائل هادي، والاول عزت صبري. الف مبروك. جروب سي فرونت ويل 2500 في المركز الثالث محمد ضياء، في المركز الثاني فادي، وفي المركز الاول فراوله. جروب دي 2500 في المركز الثالث بارو، في المركز الثاني والي، وفي المركز الاول شهاوي 2800 خلفي. الف مبروك. المركز الثالث محمد حتاته، في المركز الثاني محمد حسن، وفي المركز الاول هشام الخطيب. الف مبروك. خلفي 3500 سي سي، في المركز الثالث بودي، في المركز الثاني سامح، في المركز الاول بيتا. الف مبروك يا رجاله. عندنا في المركز الثالث احمد الوكيل، في المركز الثاني تامر بشات، في المركز الاول هيثم سمير. الف مبروك يا رجاله. الف مبروك. فئه السيدات في المركز الثالث ياسمين سامي، في المركز الثاني إيريني يوسف، في المركز الأول علاء سالم. ألف مبروك. خلصت الموتور سبورت وشفنا راوند 1 لبطولة اس تي تايم تريل 2016. يا رب تكون البطولة عجبتكم. بكده نكون خلصنا حلقة اون تراك. بس قبل ما نقفل الحلقة بنبعت فيديوهات على الصفحة بتاعتنا، بنذيع الفيديوهات دي في آخر الحلقة. كل الفيديوهات اللي ممكن تكون تفيد البرنامج أو تفيد المشاهد هنذاعها. تعالوا نشوف الفيديو اللي هنقفل فيه حلقتنا واشوفكم الاسبوع الجاي